لم يسلم مكان ولا انسان في اليمن من جرائم الانتهاكات الحوثيه والعنف الطائفي الممنهج بيوت الله كانت وما زالت على راس ضحايا الانتهاكات ضد المكان ودور العباده وحريه ممارسه الشعائر الدينيه ووثقت الشبكه اليمنيه للحقوق والحريات اكثر من ثلاثه الاف واقعه انتهاك حوثي بحق المساجد في اربعه عشر محافظه وتنوعت هذه الانتهاكات بين القتل المباشر لخطباء المساجد ومصلين بمئة وتسعة جريمة قتل وبلغت حالات الاختطاف لآئمة وخطباء المساجد والمصلين أكثر من ثلاثمائة وسبعين حالة وتشن ميليشيات الحوثي الارهابيه حربا طائفيه مكرسه الجهد والحقد لفرض اجنداتها العقديه بالقوه على المجتمع اليمني، وفي هذا السياق منعت الميليشيات حلقات تعليم القران الكريم في المساجد واستبدلت بها الدورات الطائفيه المعسكره فكريا وملازم حوزاتها الشيعيه بدلا من الفكر الاسلامي الحنيف. كما قامت الميليشيات بفرض خطباء حوثيين على منابر المساجد لا يكادون يفقهون قولا سوى نشر الكراهيه وافكار العنف والترويج للمشروع الشيعي الارهابي. وقصفت الميليشيات عددا من المساجد كما احالت الكثير منها في مناطق سيطرتها الى لوكاندات المقيل والسمره ومعسكرات طائفيه. وتحاول ميليشيات الحوثي الطائفية تجريف المجتمع السني مقابل احلال الأقلية الطائفية الشيعية، وهي في سبيل هذه الغاية ترتكب كل جريمة بكل وحشية.